للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء. بداية، لا تزال آلة القتل الحكومي مستمرة، 10 شهداء في بغداد اليوم وعشرات المصابين، ما تفسيركم لهذه السياسة العنيفة من قبل القوات الحكومية تجاه المتظاهرين السلميين؟ السلام عليكم، تحياتي للجميع. حياك الله. هذه العملية كانت متوقعة من قبل هذه الحكومة، لأن هي الحكومة في البداية يعني هي لا تقتنع بالمتظاهرين السلميين، ومن البداية هي استعملت العنف أمام المتظاهرين، وهذا شيء ليس بغريب علينا كناشطين حقوقيين موجودين. احنا نعلم أنه الحكومة توعدت بإنهاء الاعتصامات وبإنهاء المظاهرات، لهذا السبب بدأت الاعتداءات على المتظاهرين، على أبناء شعبنا العراقي الموجود في، وبالوقت الحاضر هسه موجود قتال في كل ساحات العراق حقيقة، موجودة في بغداد وموجودة في الناصرية وموجودة في كربلاء. إذا هذه الاعتداءات الحكومة العراقية اعتداءات مبرمجة من قبل الميليشيات، وحتى الأجهزة الأمنية شاركت في الاعتداء على المتظاهرين من القوات الأمنية المدعومة من قبل الحكومة والميليشيات. نحن نعلم أنه الميليشيات العراقية والجيش العراقي والشرطة العراقية شملت الدمج الموجود في العراق، وهذا الدمج هم تابعين إلى مؤسسات إرهابية دخلت إلى العراق بعد 2003، ولحد الآن تعمل وتنتهك حقوق الإنسان في العراق، وتعمل وتقوم بعمليات الإجرامية ضد الشعب العراقي، والانتهاكات لحقوق الإنسان واضحة من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة، وهي مباركة، هذه العمليات الإجرامية مباركة من قبل الحكومة العراقية. طيب الانتهاك، نعم نعم الانتهاكات تنوعت بين قتل وخطف، أعتذر منك أستاذ ضياء، الانتهاكات تنوعت بين القتل والخطف وتشارك فيها الميليشيات المسلحة، إلى أي مدى أصبحت سياسة الخطف هي أحد الطرق لقمع المتظاهرين، وهل أصبحت ظاهرة بالفعل بحسب رصدكم لها؟ نعم، ليست لنا وحدنا، وإنما حتى المجتمع الدولي يعلم هذا، أنه أصبحت هذه ظاهرة، وظاهرة يذبون اللون على الطرف الثالث، واحنا على يقين انه الطرف الثالث هذه الميليشيات، ومترئسين هذه الميليشيات هم الطرف الثالث، من نور المالكي الى هادي العامري الى كل الى عامر عمار الحكيم، كل هذه المجاميع هي الطرف الثالث الذي تقوم باغتيال العراقيين، وتدعم الناس المجرمين القتلة بقتل العراقيين، ويتكلمون عنها المتظاهرين الموجودين انه حتى تعدوا على مجاميع طبية لانقاذ الناس من العمليات اللي تحدث من الغاز التسمم او الضرب المباشر، حتى الأجهزة الطبية اعتدوا عليهم في الأزقة في بغداد وفي شارع الرشيد بالأحرى بالضبط. هذه العمليه اذا عمليه مبرمجه، والمجتمع الدولي يعلم هذا، ونبه الحكومه العراقيه، واخر اللقاءات مال المجلس الامن وضح بما يحدث بالعراق، وكانت تقارير من كل التقارير ما عدا تقرير هذا الممثل العراقي بالامم المتحده اللي كان مخيب للامل، لان هو جزء من عندهم. محمد حسين بحر العلوم، انا بالحقيقه اتهمهم ذولا هم الطرف الثالث، الطرف الثالث نور المالكي ومجموعته، الطرف هادي العامري ومجموعته، هذا هو الطرف الثالث، وهم مباركين ايضا مع الاسف من الرجعي من المرجعيه، هي نظرت لهذه المجاميع حينما دخلت في العمليه السياسيه، ولحد هذه اللحظه المرجعيه يعني لا ترى ولا تسمع ولا تنطق كلمة حق، لحد هذه اللحظة لم تنطق كلمة الحق، لأنه هذا ما يحدث بالعراق، عملية إجرامية، إبادة لمجتمع كامل، إبادة للشباب العراقيين. ما معقول يعني الخطف والنهب والاعتداء والاعتداء بالسكاكين والمسائل الحادة، والاعتداء
بذكرك أستاذ ضياء إلى المرجعية، يعني في كل خطبة تخرج وهي تقول نطالب الحكومة بحماية المتظاهرين، قالتها في الأسبوع الماضي وحصلت مجزرة الناصرية، واليوم قالتها مرة أخرى وحصلت مجزرة الخلاني، يعني ما الربط هنا؟ يعني إذا نحن نعول على المرجعية، وإذا الشعب العراقي يعول على المرجعية، وحتى الناشطين السياسيين الموجودين المناهضين للعملية السياسية بالوقت الحاضر وحتى الاحتلال، يعني إذا كنا نحول على المرجعية، المرجعية هي جزء من تثبيت هذه الأنظمة الموجودة بالعراق، هي ليست بعيدة عن ما يرتكبون من الجرائم بالعراق، أما هم لا يرون ولا يسمعون. يعني كيف في كربلاء وفي النجف حصل اعتداءات مباشرة من هذه الميليشيات، والمرجعية لم تنطق، والمرجعية لحد كيف يعني نسمع وإحنا نقول نتبع المرجعية ونتبع المرجعية؟ يعني المرجعية تبعتنا للمرجعية، ولو أنا من جنوب العراق أنا أقولهم مع الأسف أخوان هذه المرجعية ليست مرجعية عراقية، وإنما مرجعية طيب. أثبتت أنه ليست للعراقيين، وإنما هي تدافع عن الفرس أكثر مما تدافع عن العراقيين. منظمة العفو الدولية من جهتها قالت أن السلطات فشلت في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحفيين والمتظاهرين وخطفهم، هل الحكومة برأيك تقوم بما يلزم لوقف هذه الانتهاكات؟ الحكومة لحدها، الحكومة هي جزء من هذه العملية، احنا نتوقع الحكومة العراقية هي جزء بعيد عن ما يحدث، احنا لا نصدق ماذا يقولون السياسيين، السياسيين يكذبون طيلة 16 سنة بالوقت الحاضر ولحد هذه اللحظة، اخي ولا كذابة ولا منافقين، لا يمكن تصديق الحكومة العراقية، من يخطف العراقيين وهي تعلم من يقتل، ومن يقتل العراقيين هي تعلم من هؤلاء الذين يقتل العراقيين، ومن ينتهك حقوق الإنسان في العراق هي تعلم جيدا من ينتهك حقوق الإنسان، أخي ينتهك حقوق الإنسان في كل سجون التابعة لوزارة العدل بالعراق، هل الحكومة لا تعلم بهذا؟ هل الاغتصاب في السجون العراقية الموجودة في كل محافظات العراق وخاصة في الحلة وفي جنوب العراق الاعتداءات من الاغتصاب النساء في هذه لا تعلم بها الحكومة العراقية وهي سجون تابعة لها؟ يعني كيف نصدق هذه الحكومة؟ لا يمكن تصديق هذه الحكومة، هذه الحكومة هي جزء، ليست هي جزء وإنما هي المشكلة الكبرى في حالة بالوقت الحاضر بما يحدث بالعراق، هم طيب. المجرمين وهم القتل وهم السراق. اليوم الخزانة الأمريكية كما حصل في السابق عندما أعلنت عقوبات على 4 شخصيات، اليوم أعلنت قائمة أخرى على عدد من قادة الميليشيات والسياسيين، إلى أي مدى يعني هذه العقوبات تمد أو تخرج الموقف الحقوقي لذوي الضحايا أو تعوض الموقف الحقوقي لذوي الضحايا والمختطفين فيما لو حركوا دعاوى على الحكومة والميليشيات؟ حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي من جلبت هؤلاء، هذه لازم نقولها دائما، لا نبعد أنه العمليات الإجرامية هي كانت مباركة من قبل الحكومة الأمريكية، ولكن بالوقت الحاضر المجتمع الدولي حينما رأى ما يحدث بالعراق لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية تسكت وترى هذه العمليات الإجرامية وانتهاك حقوق الإنسان وسرقة أموال الشعب العراقي، لأنه كل العالم عرف لازم تبدأ مبادرات أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية أزيدكم علم لا تريد تبديل العملية السياسية في العراق، وهي تواعدهم وتقول يجب تحسين الوضعية، تحسين الوضعية في العراق لا يمكن تحسين الوضعية بهؤلاء السراق والمجرمين والقتلة، لا يمكن أن تبدأ في العراق عملية ديمقراطية، لأن هذول الناس أصحابين عصابات، كيف تملك العصابات والسلاح والقوة ها وتريد تعمل نظام ديمقراطي؟ إذا النظام الديمقراطي بالعراق 100% نظام فاشل، ولا يمكن أن تقوم الحكومة العراقية بعملية إصلاح بما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. بما يريدوه المتظاهرين هو هذه النقطة المهمة، المتظاهرين هم الشرعيين في العراق، وهم قالوا قلمتهم نحن نريد نظاما ديمقراطيا تعددي وحرية للعراق، ويريدون وطن، العراق سلب الوطن من عندهم،
العراقيين لا يملكون الوطن. نحن نعلم انه 4 ملايين عراقي خارج العراق لاجئين، هذول كل العراقيين العفو كل العراقيين الموجودين خارج العراق يريدون ان يعيدون الى بلدهم، يريدون ان يعملون في بلدهم، يريدون هذه الغربه الموجوده لا يعني لا يمكن العيش فيها، لانه طبيعه المجتمع والطبائع الاخرى المتعودين عليها العراقيين لا توجد في العالم. اذا بالوقت الحاضر الحكومة العراقية راح تبدأ بعمليات إجرامية وقمع واضح أمام أنظر العالم، أمام الكاميرات، وهذه تعملها في بداية أكتوبر وحتى هسه لحد هذه اللحظة في ديسمبر. يعني ما معقول أنه هذه الحكومة تبقى تستمر بهذه العمليات الإجرامية والعالم لا يحرك ذاته. مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة قالت إنه من المهم أن يحاسب عادل عبد المهدي على العنف ضد المتظاهرين. إلى أي مدى يمكن لذوي الضحايا مقاضاة قادة الميليشيات والسياسيين أمام المحاكم الأمريكية حسب رأيك؟ أنا يعني حقيقة المجتمع الدولي، كل المجتمع الدولي هو يريد محاكمة كل من انتهك حقوق الإنسان في العراق أو في العالم أكملا، لأنه هذه العمليات الموجودة العمليات الإجرامية لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن تغاضيها، لأنه هذه العمليات هذه رأي المجتمع الدولي، ليست رأي دولة وليست رأي إيران أو دولة عربية. مع الأسف يعني التقارير من الدول العربية التي تخرج في الوقت الحاضر على المظاهرات في العراق لا تذكر ولا لها وزن. مع الأسف هذا يحدث، بينما الدول الأوروبية نحن نسميها الدول الاستعمارية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كانت التقارير مالتها منصفة نوعا ما عما يحدث في العراق ونقلت الحقيقة، خاصة ألمانيا والنمسا نقلوا الحقيقة بما يحدث في العراق. أما الدول العربية كانت يعني غضت النظر بالعراق وتتكلم عن التقدم، كيف متقدم العراق بالديمقراطية وحرية أي حرية نساء أي حرية طفل موجودة بالعراق. لا يعلمون أنه في عندنا مدارس لا يمكن العيش فيها، يدرسون الأطفال بدون رحلات وبدون كلية وبدون طبورة، أي شيء يتكلمون عنها الأخوان العرب أنه حصل تقدم في العراق بال 2003 ولحد هذه اللحظه، والحكومه تحاول تحسين الوضعيه بالعراق. الحكومه العراقيه مجتهيه بالسرقه والنهب، وايران متسلطه على هذه النهب والسلب بالعراق. امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا الاستاذ ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.